بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأعزاء، طلاب نيوروساينس، راح نستكمل الآن برنامجنا لسنة ثالثة. محاضرة اليوم راح تكون عن learning, understanding and speech. موضوع learning في جزء منه نشرح في سنة أولى، حنبدأ بموضوع speech وآخر إيش حنحكي عن learning. Speech it is the mean of communication between two individuals or a group of individuals. يعني هو وسيلة التواصل اللي احنا الأساسية اللي احنا بنستخدمها البشر بيننا وبين بعض. وغالبا الهيومنز طبعا السبيتش بالنسبة لباقي المخلوقات بيكون well developed وله علاقة بالintellectual function. كل ما زادت الintellectual function كل ما كان مقدرة السبيتش بالنسبة لنا بتكون أفضل. طبعا السبيتش في له 3 main centers to control the speech in the human. أول حاجة في حاجة اسمها specific speech nervous control centers in the cerebral cortex في البرين. في عنا مناطق محددة للسيطرة على السبيتش. في عنا respiratory control centers of the brain. respiration شيء مهم جدا في السبيتش، دخول الهواء وخروج الهواء. وبرضو في عنا الarticulation والresonance structures of the mouth and nasal cavities اللي هي طبعا النيزل كافيتي والماوث اللي هي المناطق اللي بيطلع منها الهواء بتحدد آلية الarticulation والresonance نوعية وجودة ونقاء الصوت أثناء السبيتش. طبعا في there are two means of communication either sensory communication اللي هي language input في موضوع السبيتش. احنا الاوديتوري والفيجوال كوميونيكيشن هو آلية الاستقبال لانجوج انبوت. احنا بنستقبل اللانجوج ايذر بالسماع او بالرؤية بنشوفها كتابة. وفي الموتور كوميونيكيشن اللي هو اللانجوج اوتبوت اللي هو مخرج اللانجوج مخرج السبيتش اللي هو توكينج او رايتينج. ستيبس اوف كوميونيكيشن بداية بتبدأ بالcollection of sensory input زي ما حكينا سواء كان auditory أو visual. بعدين بصير integration بين الhearing والarticulation mechanism وآخر حاجة الmotor execution اللي هو مخارج الكلام اللي احنا نعمل فيها. في عنا main brain areas اللي concerned with speech and language. في عنا حاجة اسمها Wernicke area هاي موجودة في temporal lobe. في عنا Broca area موجودة في frontal lobe. في عنا speech articulation area في الانسولا. في عنا الموتور كورتكس الانجولار جايروس والاوديتوري اسوشيشن ارياز. طبعا هنحكي عن كل واحدة بالتفصيل لاحقا في السلايدز. وفي برضو في مش بس البرين المهم في موضوع السبيتش، برضو في حاجة اسمها speech structures اللي هي اللي بنستخدمها في مخارج الكلام زي الاورال كافيتي الماوث أساسها والنازل كافيتي والفارينكس واللارينكس. كل هاي المناطق اللي بخرج منها الهواء وبيحدد عملية الارتيكوليشن وعملية نقاء وجودة الصوت وطريقتنا في الكلام. السبيتش برودكشن. السبيتش برودكشن بداية بيبدأ بالسبيتش انيشيشن. انيشيشن هو عبارة عن الاكشن ذات انيشيتس initiates the flow of air which is achieved by the lung, glottis and velum. هي بداية إخراج الكلام. وهي طبعا بتكون العامل الأساسي فيها اللنج والجلوتس والفيلم. اللنج اللي هي الرئة، الرئة هي اللي بتخرج الهواء من الداخل. معظم الكلام احنا بنحكيه نتيجة نغمة الصوت بتيجي من حركة الهواء عنا في الفوكال كوردز والفارينكس واللارينكس والجلوتس والإبيجلوتس. كل هاي المناطق والماوث مخارجه والنيزل كافيتي. بداية خروج الهواء ودخول الهواء بيبدأ من اللنج. اللنج either إنها السكشن فوليوم تبعت اللنج أو الانسبيريشن أو الإكسبيريشن. وبمر من خلال الجلوتس والفيلم. هو عبارة زي ممبرين موجود في فوق اللارينكس، عامل زي كأنه ممبرين بيحدد نقاء وجودة الصوت. يعني زي ممبرين الطبلة بالضبط، ممبرين خفيف جدا بيعطي نغمات للصوت وهو خارج. الانيشيشن والست
the airstream in motion, creating airstream is an essential process of sound production due to change in pressure. إذن بداية الانشياء creating airstream, ممر الهواء اللي بدخل وبطلع هو العامل الأساسي اللي بيبدأ يحدد بداية السبيتش بالنسبة لنا. There are three mechanisms of initiation. Either pulmonic اللي بتبدأ بداية من الرئة, مثل حوالي 95% من human speech sounds are produced in this way, أو initiation بيبدأ من الجلوتس أو الفاليريك, ولكن الأغلب اللانج, لأنه اللانج هي أكثر مكان بيكون فيه تخزين هواء بشكل كامل لنا عشان يساعد في initiation of speech أو حتى continuation. Direction of airflow, اتجاه الاير فلو برضو مهم جدا. Either aggressive أو pressure sound, هنا في حالة الإكسهاليشن, deflation تفريغ اللنج, deflation of the lung and consequent compression of the air, إفراغ الإكسبيريشن, بصير في عنا عملية إفراغ للهواء من داخل اللنج وهو طالع بعمل compression, بضغط على الصوت, بضغط على الهواء وهو طالع, فبيخش على الإبيجلوتس وعلى الفيلان فببلش يعمل لي الساوند اللي أنا بدي إياه. أو إنجريسيف اللي هي عملية الإنسبيريشن أو الإنهاليشن, لما أنت بتشفط هواء أحيانا ممكن يعمل صوت, ولكن معظم الكلام اللي إحنا بنتكلمه هو ناتج من عملية الإكسبيريشن وليس الإنسبيريشن. أحيانا في بعض أنواع الأصوات بتطلع من الإنسبيريشن, زي مثلا بتشوفوها لما بكرة تروحوا تدرسوا عملي إن شاء الله السنة الجاي, في بعض الأمراض في حاجة اسمها, في بعض أمراض الرئة بتعمل صوت اسمه سترايدر اللي هو زي شهقة هيك, بالطريقة هاي بيكون في هذا صوت داخل مع الانسبيريشن, في صعوبة في إدخال الهواء على اللنج عند في بعض الأمراض. السبيتش فونيشن, الفونيشن اللي هو الأكشن that modulates the quality of sounds which is achieved by the larynx and the vocal cords. هنا احنا بداية حكينا الانيشيشن, بعدين الفونيشن. الفونيشن اللي جودة ونقاء الصوت, وجودة النقاء الصوت بحددها عاملين أساسيين اللي هم بداية اللي هم اللارينكس والفوكال كوردز. الفوكال كوردز طبعا الأحبال الصوتية, هي مهمة جدا في عملية نقاء الصوت والفونيشن, وحتى بتعطي زي بصمة صوتية انه كل واحد فينا صوته ممكن يختلف عن الآخر. زميلك لما بيكلمك على التليفون انت مباشرة من غير ما تشوف الاسم بتعرف اسمه من نغمة صوته, هاي هي البصمة الصوتية اللي لكل واحد فينا, وهاي طبعا نتيجة شغل اللارينكس والفوكال كوردز على موضوع الفونيشن. بضل عنا السبيتش articulation اللي هي that modulates أو articulate which is achieved by the structures of the mouth. هنا الارتيكوليشن اللي هي الترابط أو تناغم الحكي, مخارج الحكي, مخارج الكلام, وهان طبعا الماوث هو عامل أساسي فيها. لما بيبدوا يعلموك مخارج الأحرف كيف بتبدأ تربطها وتتعلمها, وعادة الناس اللي بيكون في عندهم نوع من الضعف في مخارج الأحرف لهم طرق معينة, بيعلموهم كل حرف بحرفه, أحيانا بيعلموه كيف يرفع اللسان, كيف ينزل اللسان, كيف يتكلم من الحنجرة, كيف يتكلم بطريقة معينة الناس. فكل هذا بيكون له علاقة بالارتيكوليشن, والمين سايت للارتيكوليشن هو الماوث, بما يحبيه الماوث من لبز وتانج ولور جو وحتى الفيلم اللي جاي في آخر الفارينكس. طبعا الارتيكوليشن برضو الفوكال كوردز زي ما إلها علاقة بالفونيشن ومهمة جدا, برضو إلها علاقة بالارتيكوليشن, تناسق أحبال الفوكال كوردز. طبعا المسكولر موفمنتس of the mouth والتنج واللارينكس والفوكال كوردز كل هاي بعض are responsible for the intonation والارتيكوليشن مع بعض. هنحكي الآن عن السبيتش سنترز. أول حاجة حنحكي عنها الفيرنيكي أريا. الفيرنيكي أريا هي located في السوبيريور تيمبرال جايروس, لازم نعرف إنها موجودة في التيمبرال لوب. الفانكشن concerned with comprehension of auditory and visual information, فهم
الاوديتوري والفيجوال انفورميشن، يعني مسؤولة عن لانجوج او السبيتش انبوت، كيف انت تفهم المعلومات اللي داخلة عليك الانبوت. هاي مسؤولة الفيرنيكي اريا، مسؤولة عن الانبوت، الانبوت اللي هي الكومبريهنشن للفيجوال والاوديتوري انفورميشن. زي ما حكينا انه الانبوت اوف سبيتش ايذر اوديتوري بسمع الحكي او فيجوال انا بقرأ الكلام المكتوب، فهي هاي مسؤولة الاريا عن هذا الانبوت والكومبريهنشن للسبيتش او اللانجوج اللي داخل عليه. طبعا مسؤول عن interpretation للسنسوري experiences، formation of thoughts in response to sensory experiences. الكورس طبعا هاي مربوطة بالarticulate fasciculus، بربطها بالbroca area. البروكا area اللي هنحكي عنها كمان شوي هاي مسؤولة عن الoutput of the speech. damage هاي بما أنها هي مسؤولة عن الكومبريهنشن، مسؤولة عن الانبوت، معناته لو صار عندي دمج في الفيرنيكي اريا حيصير عندي حاجة اسمها فيرنيكي افيزيا أو بسموها كوندكشن افيزيا. هنا البيرسون is unable to interpret the thought لأنه مش فاهم إيش السؤال اللي انطرح له، فبيجاوب في موضوع آخر ملوش علاقة بالكلام اللي بنحكى. meaningless words with loss of comprehension or understanding بسموها fluent aphasia. يعني احنا عم نحكي في موضوع هو الانبوت عنده سيء، الكومبريهنشن عنده سيء لانه فيش فيرنيكي اريا، ولكن مخارج الحروف عنده جيد ومخارج الكلام والارتيكوليشن والفونيشن كله جيد وبيحكي بطلاقه رائعه، ولكن هو ما فهم انا ايش بدي منه، فبلش يحكي في مواضيع غريبه ما لهاش علاقه بالحديث اللي بدور. كلامه رائع، كلامه جميل، كلامه good speech with phonation and articulation جيد، ولكن خارج إطار الدائرة بالكامل لأنه هو ما فهم إيش المطلوب منه فبيحكي في موضوع آخر. فعشان هيك بسموها fluent aphasia، يتكلم بطلاقة ولكن ما إله علاقة بالموضوع مطلقا. طبعا هاي الصورة كيف إنه الارتيكوليت فاسيكولاس بربط الفيرنيكي اريا بالبروكا اريا اللي حنحكي عنها كمان شوي. الفيرنيكي هي في التيمبورال لوب بينما البروكا في الفرونتال لوب. بروكا اريا located في الفرونتال كورتكس at the lower end of the premotor area lying immediately anterior to the primary motor cortex and immediately above the sylvian fissure. هان بسمو هان هاي هي الموتور سبيتش اريا. طبعا بروجيك مربوطه بالفارينكس واللارينكس واللبس لانه هاي الاريا لها علاقه بالارتيكوليشن والاكسكيوشن اوف ذا سبيتش. الفانكشن بروسيس انفورميشن ريسيفد فروم فيرنيكي اريا انتو ديتيلد and coordinated pattern of vocalization. هاي بتاخد المعلومات اللي جاي من الفيرنيكي اريا وبتحللها وبتعمل coordination للvocalization عشان ترد على هاي المعلومات. provides the neural circuitry for words formation، بتعطيك آلية إخراج الكلمات والحروف. It is the area that plan motor pattern for expressing individual words or even short phrases. هي المنطقة المسؤولة عن إخراج الكلام، عن إخراج الكلام سواء بالكلمات أو بالمقاطع أو بالجمل. طيب الكورس زي ما حكينا بتكون مربوطة باللبس واللارينكس عشان الارتيكوليشن. طب الدمج هان للبروكا اريا ايش راح يكون نتيجته؟ راح يكون نتيجته انه بصير عندي حاجه اسمها موتور افيزيا او نون فلوينت افيزيا. هنا هو بطل عارف يحكي، بطل عارف يخرج الكلام، هو فاهم ولكن عنده صعوبه في الاخراج، صعوبه في التعبير. الاندرستاندينج هان از نورمال بات فويس برودكشن ديفكتيف. هنا مشكلته في الإخراج، في المخارج بتكون سيئة، متقطعة، غير واضحة، مش مفهومة بالمطلق، فعشان هيك بسموها motor aphasia أو non-fluent aphasia. الأنجولار جايروس هاي located في the most inferior portion of the posterior parietal lobe
lying immediately behind the Wernicke area fused posteriorly into the visual cortex. The function هي مسؤول عن interpretation of information obtaining from reading from visual cortex. هي مسؤولة أكتر عن ترتيب المعلومات اللي جاي من خلال القراءة أو visual cortex. فأي deficit بده يصير في angular gyrus راح يأثر على فهم الكتابة اللي بيسموها dyslexia أو word blindness. بسمع الكلام كويس، برد عليه كويس، ولكن بقرأ مش فاهم إيش المكتوب في القراءة، مش قادر يقرأ أو مش قادر يفهم إيش المكتوب بالقراءة، فبسموها dyslexia عدم المقدرة على القراءة أو word blindness. طبعا هي بعد ما تيجي عليها بتمر على الفيجوال experiences passing into the Wernicke area from the visual cortex is mainly blocked. بتعمل بلوك ما بين الفيرنيكي اريا والسيربرال كورتكس، عشان هيك بصير عندي word blindness أو dyslexia. بينما الاوديشن لسه شغال وما في عندي مشكلة في الاوديشن، هو بسمع الكلام وبرد عليه، بفهم الكلام المسموع ولكنه ما بفهم الكلام المكتوب. الانسولا هاي located في السيربرال كورتكس folded deep within the lateral sulcus. الفانكشن contains speech articulation area hand eye and eye movement function initiates the appropriate movement of lips, tongues and larynx to produce the speech. إذن الإنسولا هاي مسؤولة أكثر على موضوع ترتيب الموفمنت من اللبس والتانج واللارينx عشان تكمل عمل البروكا اريا. هنحكي عن الآن عن disorders of speech. لو في عندي legion في منطقة الأوديتري أسوشيشن أريا حيصير عندي word deafness. لو في عندي legion في منطقة الأوديتري أسوشيشن أريا اللي هي منطقة السمع الإضافية، اللي هي المنطقة اللي بترتب مدخلات السمع، حيصير عندي word deafness، بطل يفهم الكلام المسموع. لو في الفيجوال أسوشيشن أريا حيصير word blindness اللي هي الإنسولا اللي حكينا عنها قبل شوي. لو في الفيرنيكي أريا بده يكون في عندي فيرنيكي أفيزيا اللي unable to interpret the thought. لو في البروكا أريا راح يكون في عندي موتور أفيزيا، هذا اللي حكيناهم قبل، شرحناهم قبل شوي. في برضو ممكن حاجة اسمها dysphasia. Dysphasia هي عبارة عن acquired loss of production or comprehension of spoken or written language. هاي دائما وغالبا ناتج عن secondary brain damage. في عنده acquired، صار secondary brain damage، فصار عندي مشكلة في البرودكشن والcomprehension للspoken والwritten language مع بعض، بنسميها dysphasia. طب ايش الدسارثريا؟ دسارثريا هي disorder in the articulation. هنا speech is slurred. ايش يعني slurred؟ يعني مقطع. مقطع يعني هو بحكي بتأتأ في الكلام، في تأتأة متواصلة خلال فترة الحكي بشكل كامل، بسموها slurred speech. It happens in some individuals who has no abnormality in the speech center or in its pathways. أحيانا في بعض الناس بكون عندهم dysarthria بس ما في عندهم أي abnormality في speech center أو في brain. وهنا طبعا اللانجوج بتكون intact. وأحيانا بيكون في ناس في عندهم paralysis or slowing في the coordination of muscles or of articulation. بصير في عندهم زي شلل في بعض عضلات اللي لها علاقة بالarticulation. Slurred speech and speech is softly or barely able to whisper. الناس لأنه كلامهم بيكون متأتأ ومقطع، فهم بحاول يحكوا بصوت واطي كأنهم يعني بيهمسوا همس حتى ما ينكشف هاي الكلام. Slow rate of speech، بيحكوش كتير غالبا هدول الناس. Rapid rate of speech with a mumbling quality، يعني زي كأنه بتمتم. Limited tongue, lip and jaw movements during the speech. بكون في abnormal intonation أو rhythm of the voice. طبعا في changes في vocal quality سواء nasal speech، يعني زي كأنه يعني الكواليتي أو الفوليوم أو الريذم بكون كله في عنده مشاكل في الستير سبيتش. إيش الستاترينج؟
stuttering affects the fluency. هنا بيأثر على طلاقة الحكي. هنا talking with involuntary repetition of sounds. يعني هو بيحكي كأنه ببلش في تكرار في بعض الكلمات, especially initial constant it begins during childhood. أكثر هدول مشكلتهم الأساسية disfluences اللي بتصير عندهم أو stuttering بتصير في بداية الكلام, بصير في repetition of sounds. بتلاقي الشخص اللي عنده stuttering بتلاقيه بداية أول ما بلش يحكي بعيد, يعني أول حرف في الكلمة ممكن يعيده 3-4 مرات بعدين بيحكي. يعني بدي يحكي لك لو سمحت, ممكن يعيد لو 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 سمحت. هاي اسمها stuttering, لو 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 لا 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 لو سمحت, كأن بعيد الحرف الأول حرف اللام عدة مرات قبل ما يبدأ الكلام. بعد ما يبدأ الكلام بيبدأ عادي ما في عنده أي مشاكل, إنما كل ما بيقف وبلش بده يعيد مرة تانية أو حتى لو وقف صغير. يعني طبعا مستحيل نضل ماشيين فترة طويلة وإحنا نحكي إلا يصير في تقطعات, فهو كل ما بيقف عشان ياخد نفس ويكمل كلامه بصير هاي disfluences والstuttering أو التأتأة عند بداية الكلام. طبعا هاي مش ضروري يكون في إلها يعني brain insult أو شيء, أحيانا ممكن تكون موجودة عند ناس normal خاصة تبدأ في childhood, أحيانا last through life. طبعا هنا في غالبا في have right cerebral dominance and widespread activity in the cerebral cortex and cerebellum. dysphonia, ايش الدسفونيا؟ dysphonia abnormal sound production due to problem in the vocal cords. هنا في مشكلة في الساوند برودكشن, في الساوند في, في صوت الحكي الساوند نفسه في مشكلة, وهي ناتج غالبا عن vocal cord problem أو في نغمة الحكي نفسه, وهي غالبا بتكون ناتج عن brain insult either stroke أو paralysis للvocal cords. فبين الكلام كأنه whispering sounds or inspiratory stridor, كأنه عم بشهق شهق الحكي. طبعا هاي السبب الأساسي لها اللي هو الباراليسيز للفوكال كوردز. آخر حاجة هنحكي عنها الجلوبال أفيزيا. جلوبال أفيزيا this means the combination of expressive problems of broca aphasia and the loss of comprehension of Wernicke. هنا بتكون مشكلة في البروكا وفي الفيرنيكي, لا هو فاهم الحديث, لا هو لا عنده عنده مشكله في الاندرستاندينج وعنده مشكله في البرودكشن اوف ذا سبيتش. هنا بيكون غالبا في وايد سبريد دامج للسبيتش ارياز, وغالبا هاي نتيجتها بانه غالبا نتيجه برين انسلت, غالبا سيفير ليفت هيمسفير انفاركت بيكون عندهم, وغالبا برضو الريدنج والرايتنج بتكون افكتد. بهيك احنا خلصنا موضوع السبيتش, حنبدأ نحكي عن الليرنج. والليرنج انا يمكن مش هستفيد فيه كتير لانه في سنة اولى نشرح لكم بشكل يعني بشكل موسع, ولكن برضو مضطرين ان نعيد هذا الموضوع الان لانه معكم في منهج النيوروسينس. الليرنج زي ما حكينا سابقا هو الacquisition of knowledge or skills that is not the result of maturation and it can take place through association, understanding or observation. هنا اكتساب المعلومة is not a result of maturation زي development. هنا اكتساب المعلومة له علاقة بال understanding او الassociation او الobservation. والassociative learning زي ما حكينا سابقا either includes classical or aberrant conditioning. الcognitive learning اللي هي اللي بعتمد على الانديرستاندينج او الاوبزرفيشنال ليرنينج. حكينا المثال الشهير سابقا لكم عن الاسوشيتيف ليرنينج كلاسيكال كونديشنينج, تجربه بافلوف الشهيره في 1927 لما عمل 1927 لما tries to train the dog to salivate in response to a light or bell
by association with food. وحكينا إذا بتتذكروا التجربة الشهيرة تبعت بافلوف إنه لما حاول يربط إنه البل مع الفود عشان يعطيني conditioned response. بافلوف زي ما حكينا سابقا هو لاحظ إنه لما بيجيب الأكل للكلب تبعه when he presents the food the dog salivates. إذا في unconditioned stimulus اللي هي الفود تعطيني unconditioned response اللي هو salivation, بينما لما برن الجرس ما في أي salivation. الجرس هنا صار اسمه conditioned stimulus, ربط الجرس مع الفود, حاول يعمل ربط بين الجرس وبين بين البل والفود. يعني يرن الجرس بعدين يقدم الأكل لغاية ما الكلب صار مجرد ما يسمع رنة الجرس كأنه فهم أنه في وراها أكل فإت salivates. في الحالة هاي صار الجرس هو عبارة عن conditioned stimulus, مثير مستحدث طلع لي conditioned response اللي هو salivation. وحكينا طبعا سابقا انه لازم يكون في عندي لازم يكون في انه هاي automatic behavior passive process, الكلب ما بذل اي مجهود فيها. لازم يكون في حاجة اسمها acquisition stage, ربط بين البل والفود لفترة معينة عشان يتعلم الدوغ انه في بعد كل جرس في فود فيتعلم انه to salivate when it hears the bell. طبعا كل مكان في delay conditioning كل مكان افضل. واذا احنا عملنا extinction قطعنا الرابط بين البل والفود بالتأكيد راح يصير في قطع للسلايفيشن وراح نخسر الكونديشند ستيمولاس اللي حدثت من البل. طبعا حكينا سابقا كيف احنا ممكن نستخدم هاي التجارب تبعت الليرنينج في البيهيفيرال موديفيكيشن, شرحنا سابقا لكم في سنة اولى السيستماتيك ديسنسيتايزيشن وكيف احنا استخدمنا هاي التجربة في علاج بعض الامراض او الاضطرابات من خلال systematic desensitization وخاصة specific phobias. النوع الثاني من associative learning هو operant conditioning. وفي operant conditioning في عنا تجربة سكينر الشهيرة, والسكينر زي ما حكينا بيعتمد على law اللي هو Thorne Decay's law of effect اللي هو any voluntary behavior operating on trial and error is rewarded, it will be repeated and vice versa. أي سلوك إنساني بيعتمد على التجربة الخطأ والصواب أنا بكافئه, هذا السلوك بالتأكيد راح يتكرر, وإذا أنا عاقبت هذا الإنسان السلوك راح ينقص تدريجيا بسبب العقوبة. وكان تجربته الشهيرة أنه جاب الهانجري رات وحطه في البوكس اللي شايفينه أمامكم اللي هو سكينر بوكس, وحط له ليفر ذراع, وهذا الذراع كان بيجيب فود. فالرات كان ما بعرف إشي ومحطوط في البوكس فقط, هو هانجري, فهو هانجري بحاول يعني بتحرك كتير, فكل ما إيده تيجي على الليفر ينزل فود ياخد الفود. طبعا الفود هنا قلل عملية الهانجر اللي عنده, والفود يعتبر زي كأنه positive reinforcement, أخده زي مكافأة على ضغطه على هذا الذراع. فتعلم الرات أنه كل ما أجوع لازم أضغط على هذا الذراع عشان أكل, هاي بسموها reinforcement يعني معزز سلوكي, أعطيته مكافأة على ضغطة الذراع فصار كل ما بده يأكل بضغط الذراع بنزله الأكل. حكينا reinforcement قد تكون primary reinforcement أو secondary reinforcement. primary اللي هي rewards the basic drives زي nourishment و sex, و secondary reinforcement rewards learned drives اللي هي money والbrace المدح. وحكينا قد تكون positive وقد تكون negative reinforcement. ال positive reinforcement any reward أنا بعطيها that result
to increase the likelihood of occurrence of the response. اي حاجه انا بعطيها بتزود عمليه الريسبونس اللي انا بدي اياه. زي الرات اعطيته فود فصار يضغط على الذراع بزياده. يعني انا بدي سلوك ضغط الذراع فهو الفود زود هذا السلوك اللي عنده. او نيجاتيف اللي هي بتضيع whereby an unpleasant condition is removed and again increases the likelihood of the response. لما في اشي unpleasant انا ضيعته بالريورد اللي اعطيتها فبزود احتمالية حدوث الريسبونس. زي البيشنت كنترولد اناليزيا، واحد عنده ألم، ألم شديد جدا، بياخد حبة مسكن للألم فبيخف الألم، هانا هو بتعود انه أنا المسكن اللي أعطيته قلل معاناته، قلل الألم اللي عنده، فاعتاد أنه كل ما يكون عنده ألم ياخد المسكن. Punishment اللي هي aversive consequences that intended to reduce the likelihood of recurrence or occurrence of the response. And it is and is most effective when given promptly. The removal of a punitive measure may allow it to act as a negative reinforcer. يعني البنشمنت هي العقاب، زي مثلا واحد ارتكب جريمة فبنحط في السجن. الأصل انه واحد سرق انحبس، ثاني مثلا على جريمة سرقة، الأصل انه هذا السجن لما بيعرف انه انا كل ما اسرق بدي انحبس، الأصل انه لا يتكرر سلوك السرقة خوفا من تكرار عقوبة الحبس. طبعا reinforcement قد تكون continuous reinforcement وقد تكون partial reinforcement. Continuous reinforcement every positive response is rewarded. Partial reinforcement just a fraction of the response is reinforced أو rewarded. Partial reinforcement إلها types either fixed interval زي الموظف اللي بياخد راتب آخر الشهر، أو fixed ratio يعني بيشتغل على بريشيو أو بمعدل ثابت، زي عامل المصنع الخياط اللي بيشتغل اللي بياخد أجرته بالمقاولة، عامل المقاولة اللي بياخد أجرته بالمقاولة. طبعا هتلاقي إنه الفيكست ريشيو reinforcement is effective in maintaining rapid responses، لأنه هو بيشتغل بالقطعة أو بيشتغل بالمقاولة، فكل ما اشتغل أكتر كل ما أخذ فلوس أكتر فبيحاول يضل يشتغل أكتر. بينما الـ variable interval reinforcement هاي برضو هاي very difficult to extinction. ليش؟ لأنه هنا المريض في الـ variable interval في أي لحظة في أي وقت غير محدد غير معلوم مسبقا ممكن ياخد مكافأة، زي مدير الشركة اللي بيعلن عن مكافأة الموظف المثالي ممكن يعملها كل شهر كل شهرين كل ثلاثة، وبتكون مكافأة كبيرة، فبتلاقي الموظفين دائما حرصين انهم يكونوا مثاليين عشان ياخدوا هاي المكافأة. الـ variable ratio reinforcement حكينا زي حكيت لكم سابقا زي السلوت ماشين بمعدل غير معروف من عدد المرات فجأة ممكن يربح مبلغ كبير، وهاي very very difficult to extinction أو قطع الرابط بينها. النوع الثاني من learning اللي هو cognitive learning. طبعا cognitive learning this is active form of learning that involves the creation of cognitive maps and the development of structure and meaning. cognitive learning takes place either as insight learning بدك تفهم، spontaneous cognitive remodeling that provides a sudden insight or solution to a problem. هنا لازم يكون في نوع من النقاش والفهم والمعرفة والمجادلة، ولازم الشخص بدك تثبت له بالأدلة وبالبراهين ليش انت اعطيته هاي المعلومة وكيف اجت هاي المعلومة، من وين اجت هاي المعلومة، وكيف انت جربت التجربة. طب انا بدي اجرب معك واشوف هل بتزبط او ما بتزبط. هذا اسمه insight learning، وممكن يكون في حاجة اسمها latent learning. learning occurs but is not immediately apparent. ممكن يصير في تعلم اكتشف نتائجه لاحقا في تجارب. يعني انت اليوم
مع مدرسينك، والمدرس بيشرح لك مثلا بعض الحالات المرضية. بعد فترة من الزمن انت بديت تشتغل، اجاك حالة بنفس الاعراض اللي المدرس شرحها قبل سنتين ثلاثة، فاكتشفت انك مباشرة بكل سهولة قدرت تشخصها بناء على معلومة سابقة انت كنت ماخذها، هاي اسمها latent learning، اشي انت اخذته وخزنته وانت في كلية الطب بتاخد وبتخزن ولكن لسه ما شفته وما طبقت. بكرة لما تنزل على عملي وتنزل تشوف حالات مرضية بتصير تكتشف بسهولة انه انت بتقدر انك تقيم او تشخص او تفهم هاي المعاناة بشكل او باخر، فهي اسمها latent learning. إذن either insight learning active فورا وانت قاعد في المحاضرة الان بتناقش وبتجادل وبتحاول تفهم كيف اجت المعلومة وكيف التجربة وكيف آلية التجربة وكيف الاستنباطات اللي منها، او latent learning ببين مظاهره لاحقا. اخر حاجة حنحكيها اللي هي observational learning، اللي هي برضو active form of learning that takes place through just observation. There is no direct reinforcement، ما فيش direct reinforcement، الموضوع كله either observation. وهنا طبعا في حاجة مهمة، لازم في حاجة اسمها relevant characteristics of those being observed. مش أي حد أنت يعني بتشوفه بتروح بتقلده وبصير اسمها observational learning، ولكن حتى الشخص اللي أنت بدك تتعلم منه لازم يكون فيه له characteristic features، يعني في shared features with the observer، في some sort of similarity بينك وبينه، هو له higher status عليك، perceived as competence، تم شايفه ناجح ومميز، their behavior is seen to be rewarded، السلوك اللي عملوه كأنه يظهر كأنه يكافأ عليه. إذن في some sort of superiority لهذا الشخص عليك، في similarity، في مبين عليه انه ناجح ومميز. الواحد ما حيحاول يقلد الفاشلين، دائما بيحاول يقلد الناس اللي هم شايفهم نسبيا افضل منه او نفسه يصير زيهم او بيحاول يتابعهم. شكرا لكم لحسن استماعكم، وان شاء الله نستكمل معكم باقي المحاضرات.